والله يا استاذنا وطيب حاضر. نعم. بص يا استاذنا، انا يعني الواحد نفسه يعرف فعلا الدين الصح. خدت بال حضرتك انتوا مثلا يعني بتتكلموا على عمر وابو بكر وبتاع ومين، طب ماشي بالراحه كده ونعرف كل واحد ايه يعني عمل ايه غلط وحاجات زي كده، عشان الناس تفهم الدين صح وتعلمه. دي نقطه. النقطه الثانيه، الواحد مثلا عايز يخش في المنهج الشيعي، طب يعرف ايه الصلوات بتاعته من جمع ايه، وايه الاختلافات بين العبادات دي وبين دي، عشان الواحد يقدر يفهم ويفهم دي على صح. انا واحد مثلا عمري 55 سنه وقربت خلاص عايز افهم الدين صح، هل كنا احنا فعلا الفتره دي كنا على واطن؟ طب نفهم الدين الصح ازاي؟ عايزين برامج حاجات تعلمنا يا جماعه، انتوا غلطانين كذا وكذا وكذا، يبقى الواحد فعلا يفهم الدين الصح. إن شاء الله أخي أحمد، أنا أنصحك أن ترى مثلا إحنا عرضنا كثير على مدى 5 سنوات الآن في هذه القناتين المباركتين. أنا استجاب القناة دي النهاردة. إحنا عرضنا كثير وعندنا إثباتات وأدلة كثيرة طرحناها. عندنا سلسلة اسمها أكذوبة عدالة الصحابة، اكتب عندك إذا عندك ورقة أو ألم، موجودة على اليوتيوب ممكن تتابعها، أكذوبة عدالة الصحابة. وعندنا سلسلة اسمها كيف زيف الإسلام لسماحة الشيخ الحبيب. وعندنا سلسلة اسمها عثمان ابن عفان حمال الخطايا. تقريبا هذه الثلاث سلاسل كفيلة بأن تريك الدين الحق. هذه كلها من كتبكم ومطروح فيها الأدلة والإثباتات من ما يعتمد عليه الخصم أي البكرية، يعني أنتم من كتبكم، وفيها الإثباتات والأدلة على أحقية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالدين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكل الصحاح: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا. رسول الله بيقول لك بالصريح كده، عندك كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تمسك بهم لن تضل، لن تضل أبدا. فاذهب لترى أين عترة الله، ماذا قالوا عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتمسك بهم. تابع قناتنا دائما، عندنا برامج كثيرة نطرح فيها الأدلة والإثباتات والبراهين على أن التشيع هو الدين الإسلامي الحق الذي جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع أهل البيت هذا هو الدين. أما اتباع أبو بكر وعمر فهؤلاء كانوا ملوكا كآل سعود اليوم، آل نهيان، هؤلاء حكام الإمارات، حكام فقط. ولكن أن ماذا فعلوا؟ مثلا كالمغرب يسمي نفسه الآن مثلا أمير المؤمنين، ملك المغرب. هؤلاء سموا نفسهم بهذا اللقب، سموا نفسهم أنهم أمراء للمؤمنين وأنهم خلفاء رسول الله، فلذلك انخدع الناس بهم وانغشوا على مدى عصور وتبعوهم. ويجب عليك أن تتعلم الدين الحق، لأنه قال رسول الله في الحديث المشهور الصحيح أن الأمة تفترق بعده، والقرآن الكريم صريح يقول: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هناك انقلاب وقع، الله يقول هناك انقلاب يقع بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا نحن كمسلمون أن نعلم ما مدى حيثيات هذا الانقلاب، أين أدى بنا إلى هذا الانقلاب، إلى ماذا وصلنا بعد هذا الانقلاب، من الذين ثبتوا على الدين الحق وما تأثروا بهذا الانقلاب. فمن هذا الباب نبحث لكي نخلص في آخرتنا. أنت تقول أن عمرك 55 عاما، يعني قضيت تقريبا إذا الله قدر لك أن تعيش 80 عاما مثلا، 90 عاما مثلا، فهناك ما يقارب نصف هذا العمر تقريبا، فقضيت نصف عمرك أنت لا تعلم ما هي المشكلة بين الدين الإسلامي وهذه المذاهب الكثيرة الموجودة في الدين الإسلامي، وأيهم الدين الحق الذي يجب أن أتبع لكي أنجو يوم القيامة. اليوم وبفضل الله وبمنته قد وقعت على هذه القناة. نعم، فيجب أن تستغل هذه الفرصة لتتعلم. نحن لا نقول اتبعنا، نقول تعلم. نعم. تفضل.
يعني حضرتك يعني بتقول اليوتيوب والحاجات دي، مش كل المصريين هنا خدت بالك حضرتك، يعني اغلبيتهم ما بيعرفوش حاجة، هم عايزين برامج يتعلموا يعرفوا يا جماعه هي برامج كذا كذا واحد هي برامج هي برامج. انا عايز اقول يا استاذنا، انا عايز اقول على نفس القناه خدت بالك ان شاء الله يعني ما حدش يعرف حتى في المساجد ايه شيء اي هناك في الجيزه او في القاهره، ما حدش يعرف، ما حدش يعرف. انت عارف ان اي واحد بيتكلم بيقول بتاع بيحكموا عليه لحد ما حصل مع الشيخ حسن شحات الله يرحمه وموتوه. خدت بالك يعني هنا في جهل جامد قوي، والناس عايزه تعرف، الناس بتلعن مش عارفه بتفهم ده. يا جماعه في شيء الشعب بيقولوا كذا كذا، لا لا أنا يا جماعه افهموا. طيب الناس دي بتتكلم، الناس دي ما بتتكلمش من باطل، الناس دي بتتكلم من صح، يبقى في عندهم ادله. أنا نفسي برامج واحدة نعرف الناس يا إخوانا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، العبادات كذا والصلاة كذا والفرق بيننا وبينكم كذا بالراحة، إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لي إحنا عندنا برنامج أيضا اسمه مصر الفاطمية، تستطيع أن تراه على اليوتيوب. تستطيع أن تراه على اليوتيوب حتستفيد أيضا. وبالنسبة للصلاة والعبادات هناك مقطع مسجل للشيخ ياسر الحبيب يؤدي فيه كيفية الوضوء والصلاة على كيف تتوضأ، اسمه المقطع كيف تتوضأ وتصلي طبقا على فقه آل محمد عليهم السلام. فكيف كان يتوضأ الحسين عليه السلام، كيف كان يتوضأ علي بن أبي طالب، كيف كانت تصلي الزهراء عليها السلام، موجود. وأيضا عندنا سلسلة اسمها الفقه الميسر يعلمك أحكام الدين، أحكام الصلاة، أحكام الصلاة الآن داخلين فيها إن شاء الله، الفقه الميسر، فتتعلم إن شاء الله من هؤلاء، ونحن نعرضه على القناة، ودائما عندنا برامج إن شاء الله تتابع، وإن شاء الله سوف يظهر قريبا بإذن الله تعالى، قريبا جدا سماحة الشيخ ياسر الحبيب في برامج جديدة قريبا جدا، في أوراق بحثية جديدة إن شاء الله يطرحها لهداية الناس، وسوف ترون إن شاء الله الكثير الذين يهتدون، وخصوصا من مصر الفاطمية.